استقبل مطار مطروح الدولي أولى رحلات طيران الشارتر القادمة من إيطاليا، وذلك في إطار بدء تدفق السياحة الأجنبية على مطروح مع بدء الموسم السياحي لعام 2023. تم استقبال السائحين وسط أجواء احتفالية، حيث قدمت لهم الورود والتمور وكذلك الهدايا التذكارية. هذا وقد تم استئناف رحلات الشارتر من عدد من الدول الأوروبية إلى مطروح لما تمتلكه من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية كبرى. النهارده تم انطلاق رحلات طيران شارتر الى محافظه مطروح بوصول عدد 2 طائره من مدينه ميلانو ايطاليا، وتم استقبالهم بمطار مرسى مطروح الدولي بناء على توجيهات السيد اللواء ارقان حرب خالد شعيب محافظ مطروح. تم استقبالهم بالورود ببعض الهدايا العينيه، تم اهدائهم بعض البروشرات المعبره عن مقاومه محافظه مطروح، واهداهم ايضا ورق بردي تحمل صوره كليوباترا احد معالم مرسى مطروح ايضا، وبالاضافه الى اهداهم بعض التمور ايضا بما انها احد منتجات محافظه مطروح ومدينه سيوه.